مبروك يا مريومة، حارة باردة يا مريم؟ أكيد برد. أكيد باردة. ها، هلا وهلا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي. اليوم عشانه راح يكون من ايد مريومة، فتعالوا شوفوا ايش راح تسوينا من عشاء طيب زين، وانتم هم بناتكم يساعدوكم تحضير العشاء. ولا تنسون خلوا لايك وسووا اشتراك للقناة اذا كنتوا اول مرة تشاهدون القناة، وتابعوا ويانا الفيديو وقولوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بالعشاء مال مريومة. يلا قوم سوينا سلطة ميمي. احلى سلطة اسوي لكم. شو سلطة؟ مجرد اطلع الكاسة وافتح الشيس وافرغها. بهاي بس مو كلها تفرغي هنا، ما ناكلها ميمي. يعني مغسولة تجي. اي مغسولة. اي. حطي هنا على بس نصها سوي مو كلها. فلفل. هذا فلفل اسود واحمر واخضر، لو شنو هذا الفلفل؟ فلفل كل الالوان. هذا فلفل لالعنصرية. فلفل لالعنصرية اي أيوة والله. كل الالوان بي. مفروض كاسة طبعا. ايه هو المفروض كاسة بس يلا مو كاسة اسمحي. المهم anyway. اسمحي لي بس. جيبين هاي اللي كنتي شعرة بيها هدوم. جيبين هذا اللي تدرين دنيا باردة ما بينا الحين نغسل وما ادري شو نسوي. على مود همين نوفر بالمي. تفتحين الكيس بهاي الطريقة، ركزيني بهاي الطريقة، مو جيبين مقص بلا فزلكة. جيبين الكيس وديرين بهاي الطريقة. كافي هواية صار ميمي. انزين ويجي حضرت احسن طبقة حطينا عليها جرجير. جورجير قطعينا ليمونة. هاي اللي كنتي معلقة بيها. هاي عدة استخدامات بيها. الكل شي تستخدموها. قراصة الملابس. تقرصون بيها أوراق ملابس. تقرصون بيها إذن جهالكم إذا ما يسمعون كلام. تقرصون بيها شنو؟ عيب. شنو هاي تحجون على الجهال؟ بس يعني اذا مريم قصدي صارت وكيحة واحد يقدر يحطها بخشمها باذنها هالشكل. ايش بيج عن قد جهال؟ انتي جهال شوية. حطي معه هاي السلطة مال مريم. خطية خصلت الخضورات كسر ظهري بالتعقيم. كسر ظهري اتمشى راح اجيبه. كسر ظهرها الخضورات. هي راحت تتمشى تشتريهم مو عبالكم تغسلهم. السلطة السلطة هذا الشعجنة ما تقول بيا زمن احنا. هاش هاش هاي شو اسمه وحدة اللخ. بس ميمي يكون ميجر هوا برميزين طبعا. الثلاجة فد شي بالزمن ده بسرعة بيستوي بيستوي بيستوي. ليمونة. يلا يلا خلونا نروح نجيب ليمون. زيت زيتون. زيت زيتون عافية. ما عندنا دبس رمان للأسف. للأسف اي والله. لازم اوصي بابا يجيب ويا بس يجي. كافي. كافي كافي ميمي كافي. انتي ندري بيك كريمة وبالكرم موصوفة وحاير شردة. هسه ولف عنك. شوفوا تاخذ لنا ليمونه. يلا طبعا نشوف الهوسه هنا قالبه الدنيا. انت ما تغسل خضروات. لا غسلت الليمونه. لا حد يحكي. لا حد يحكي. لا حد يحكي. افتهمتوا؟ يلا ما تستحين اللي دي تابعوك قد امك واكبر من امك واصغر من امك. احكي على اللي قدك. يا امي كلها 15 سنة. صحيح. يعني عادي. شوف 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 شوف. ابداعات ابداعات. الشيف مريم. كافي. حتزرفين معدتنا كافي. نص وحدة وزيادة كافي. ماشي. هذا نخلين على صفحة نقدر نخلي عليهم ملح ونبوقهم إذا طيبات ناكلهم. طيبة؟
ما طيبة ها؟ قوية. ايش خلينا عليها ملح وزيت زيتون تنكسر الحموضة. يلا يلا جيبي العشاء. هسوي لنا عشاء مريم. تكافي. فيديو صار كله سلطة. تعالي جيبي لنا البيتزا. جهزت السلطة. يا عيني. يلا جيبي لنا باقي الأكل. تحضيرات مريم بالعشاء. شوفوا هاي بناتكم هالشكل يسوون عشاء. شوفوا بنتي يعني اليوم مدللة، بنتي اللي تسوي لي عشاء. دلعني مريم، والله خجلانين من عندك مريم. دلعينا تسوي لنا عشاء. زين هاي البيتزا اكيد موجود من عندها ببغداد، يعني انا شايفه هوايه والله تركيا ببغداد، واكو امريكانا اعتقد، والله انا شايفه امريكانا. ايوه مثل امريكا امريكانا. اكو مرسين، اشكال انواع نوعيات موجوده ببغداد. بس بصراحه اذا واحد يسويها بالبيت اولا اي طبعا، ما مكتوب عليها حلال ما اجيبها. يلا يلا طلعينا من الفرن شو اسمه الصينيه. بس اذا واحد يسويها اي حطيها قبل، بس اذا بالبيت تحسين بيها زين، فبالبيت تحسين بيها وفره وبركه، تطلع غير شكل يا عيني بالبيت من ايدك طيبه بالنص. مثل هسه بالنص اي شغلين الفرن الخنفشاري زين. الافران هنا كلها كهربائيه. اي هذا مؤقت هنا، متابعينك يضحكوا عليه. هذا كله فري قبل الاخير، على كيفك. بعد صار بالكهرباء قبل الاخير ميمي، هسه هذا اخير قبل الاخير. ايه هذا الفرن اوفي. لا لا مؤقت على 180، هذا ما نحتاجه هسه. ها هي اوفيها. اوكي ناو زين الفرن هذا مشكلة. بس وحدة سوي ميمي. هذا الفلفل مو بس اصفر واحمر، ماروني هم. هذا شنو؟ هذا خاف باذنجان. كلهم حاطين باذنجان. يلا عشان اليوم من ايد مريم. اوه اللي يسمع ايد مريم عبالك حسوي لنا قوزي اليوم مريم. ما عجبتها مريم عيني. يعني سويت لك بيتزا امريكية. سويت لك بيتزا امريكية. شلون سويتي بيتزا امريكيه؟ اوه ماي جاد، لو ما اشتريتها هسه. بس وحده بس وحده مريم. الحمر ما ادري عجبني لونها، شو احسها حاره بس هي مو حاره. ما يدافي خلاص. طالعين له صحن او طبق او ماعون. باعوناش كاتب لنا ابو الشقه يقول طفي الغاز. طبعا شنو طفي الغاز؟ رحمه الوالديكم طفوا، لا تحرقونه، لا تفجرونه، لا تفجرونه. لان شو اسمه هذا الطباخ يسرب غاز. مذوق يا مريومه. حاره بارده مريم؟ اكيد بارده. اكيد بارده ها. قولي علي يا مبدره وقت الاكل. لا ما جبت حقوق. شوفي المخربة، انتي مو مبذرة انتي مخربة. طبعا ببيت عمتها من كانت تسوينا تحضر ويا عمتها العشاء دائما تنسى بطل المي، دائما لو القلاصات لو بطل المي. لو كنتي تنسين مريم ملح. هاي زينة مرة نسيت اجيب معون.
زين زين، كنا راح ناكل بجداري ميمي. كان جاي خطار ودنيا لسه تجيب معاون للخطار. بدأت تطلع ريحة البيتزا. عاشت أناملي. اي والله. لازم أغيرها بس ما أظافر. تمام هسه ايش راح نسوي؟ ديري الكاميرا هون. خلينا نرتب البيز. بس هذا لشيني ميمي، هذا لشيني ميمي. بير فافوري. لا تشيلي لي انا واخوك بلا ما يدمر لنا. سكوزاتي. خلاص يعني طلع جديدات. عن شنو هنا؟ هاي الملابس يحتاج لهم غسل، يعني اليوم سبحة فذبولي الملابس هنا. هنا الحليب. هنا المشعل، هاي صوبة بس احنا اكيد ما نشعلها بالوقت الحالي. ومريومة دا ترتب لنا الميز حتى نادر ومندرها. اي والله. زين فدا تحضر لنا العشاء. تلسي تشاتشين هي والله. شنو دسينا سلطة؟ أنا لو غاسلة السلطة كان سويتي مريم. الله ليستر. الحمد لله ما كان غرقتكم. الحمد لله انتي ما كنتي شو اسمه ريحة طيبة. مو ممكن نفتح الفرن. وهذا كان عشان بيتزا. طبعا هو كل شيء جاهز، مجرد دا ترتب لنا اياه. وخبصة الدنيا مريومة وخبصتنا وعلى ابو شنو اني مسويت لكم عشا اليوم. شي خلصنا؟ شدوا راسكم يا قرعين. وانتو هم هالشكل بناتكم؟ لو بس اني مريومة هالشكل وياي. يلا المهم ما دام احنا موجودين احنا نسوي عشا. شو نسوي؟ بس هاي خلي شوي شوي تتعلم مريومة تساعدني بالمطبخ. وهذا كان العشاء مالتنا، بيتزا وسلطة وفلفل ملون وأكيد المي والبيبسي، هاي شي طبيعي. والحمد لله والشكر على النعمة، هم أساسا ما يأكلون، فيعني هاي الأكلات البسيطة يحبوها أكثر شي، لذلك أني أسويها على مودهم أو أشتريها هم على مودهم. ماكو أطيب من أكل البيت، أولا يصير بي بركة، ثانيا نظيف، ثالثا تعرفين شنو المواد اللي أنتي خالتها على إيدك. أنا هيجي أشوف. وعلى كلها هي صحة وعافية عليهم. وهنا أنا أقول لكم إن شاء الله ألتقي وياكم على فيديوهات جديدة، وأنا أحبكم كل شهواية. لا تنسون خلوا لايك وسوي اشتراك للقناة. وبوساتي لكم. باي باي.